أصدقائي لاباس عليكم. كالعادة وباش نهرس الروتين ديال المواضيع اللي كنناقشها ديما، اليوم غندير لكم كريتيك موسيقي. وفي هذه الحلقة اختاريت لكم واحد الأغنية رهيبة خطيرة كسرات الدنيا كسرات الدنيا. هي الصراحة كسرات دماغي وسببات لي ارتجاج في المخ. المهم اكتشفوا الاغنيه بعد الفازيل. وكالعاده قبل ما نبداو في البرنامج ديال بلاك مصيبه، بغيتكم كلكم تنزلوا ديروا سابوني الناس اللي باقيين طالع عليهم داك البوطون بالاحمر، وانتم كتابوناو تضغطوا على داك الجرس باش توصلوا بكاع النوتيفيكاسيون فاش كنحط اي فيديو جديد في القناه. راه كل جمعه كنحط فيديو جديد. يلا نطلقوا بعد الفازيل. ومصيبة كحلة هادي، الكليب ديال ديسباسيتو زاد في السياحة ديال بورتوريكو ب 45%، الكليب ديال اليوم غادي ينقص السياحة ديال مصر ب 45%، اكتشفوا جميع الكليب ديال راكبني المرجيح. الكليب ما كيبداش بالرومانسية ولا بشي حاجة أخرى، كيبدا بالأكشن. شوفوا هاد التقرفيضة شنو دارت فيه. داكشي بسلو موشن طبيعي والمونتاج ما عنده ما يزيد. وغتلاحظوا ان هاد الساطه دايره مع خونا انه يجي تبسل عليها تحت البالكون ودايره معاه الوقت فاش يجي تاع السيد يجي معطل. اسي درت معاك الوحده جيت تبسل عليها تحت البالكون واش تعطيله؟ سير 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 الاداره جيب باك سير سير سير. دابا غادي يبدا الكليب. قالوا لي فين الجدعنة قالوا لي فين. 1-0 للدار 1-0 للمجنون. بحبها من 100 سنة قالوا لي فين. بحبها من 100 سنة. شوفوا العمق ديال الكلمات كي داير. لا خليكم انا نقربوا لينا هاد السطا اللي كيبغي. بحبها من 100 سنة. وهي ناري وهي سيدنا فامبير مصرية. دابا عاد فهمت علاش 100 عام هو كيبغيها. لحقاش فامبير ما كتموتش. هاد الدريه ماشي طبيعيه. اجي بعدا اش هاد الحاله دايره في راسها؟ دايره 2 كيلو ديال القبص على وجهها. هادي راه تكرط ليها وجهها بديك المعلقه ديال لاكلاص تاع مرا. اي يا سيدي المخرج جاب هاد الخيتي زعما باش يدير لنا مشاهد ديال الاغراء. تعطلعوا مشاهد ديال الرعب. المفاجاه الصوت ديالها. يا سلام شنفوا آذانكم بهذا الصوت الكرواني. ركبنا المرجيحة حلوة أو مريحة. هادي واش ضربة شي نفخة ديال الهيليوم قبل ما تبدا تغني ولا كيفاش؟ غير قولي لي يا اختي عفاك هالعرش كون ضحك عليك وقال لك راك تعرفي تغني. ركبنا المرجيحة حلوة أو مريحة. نكبني المنجيحة حنوة أو منيحة. إخوان كاع اللي درت لي شي حاجة خايبة حنا مسامحين الوداع. خويا داك الفردي عافاك. لا 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 هادي راه ما يصلحش معاها الفردي. هادي داك الرشاش الوداع. انا فاش سمعت الديسك اول مره كنت نسحب الا راه ديسك وداروا ليه النسخه ديال السناجيب. تاع هو فيه لي في ديال السناجيب من عند ربي. واحد طنط مديحه ما كتعاتقش فينا السيد كيوقف مع بنتها كتسلط عليه تابعه بحال الزلط وراك ديك الساعه القرف. لا تيجي طنط مديحه شو عني طنط مديحه. شوف داك خونا سمري عليه فين ما تلقاه قرف ذبابه هاك. الله ودي ما يكون غير خاطرك. وشوف فين ما تلقاه التقرفيض التقرفيض لعلك ترضى. صراحه طنط مديحه تيبان لي خصهم يجيبوها تخدم مع المخزن ديالنا. وماشي غير طنط مديحه اللي كتشبع فيه التصفيق تا خوها العائله كلها كتشبع فيه التصفيق. لا تيجي طنط مديحه. المهم نكملوا الكليب. طنطي مديحه باش تحل هذا المشكل من الجدر ديالو جابت لبنتها عريس وقررت انها تزوج بنتها بزز ساعة بنتها كتدفع عليه كبير. بل حتى هاد خونا تا هو مقول تضرب على الشعب مازال ما سمع صوته وباها تيكون ناعس كيفيق كيجي كيجري كيلقى عريس في الدار. وفا
وفجأة كيسالي الكليب وتخيلوا معايا شنو هي النهايه. عيط البنت صافي كيرضاو عليه كيتصالحوا معاه وطنطي مديحه اللي كانت كتكره ولا تتموت عليه. طنطي مديحه روح قلبي طنطي مديحه انا عايز فيلم هندي صافي تراني تأثرت لحظة أبكي. إخوانا خاص تفهموا هذا الكليب، الكليب راه من وراه رسالة. أيه الكليب اللي بغى يوصلها هو أن الحب ما كيعرفش حدود، والحب أقوى من كل شيء، كيكسر جميع الحواجز. المهم إلا كنتي كتبغي شي زومبي ولا فامبير ولا شي مخلوق آخر، لا للعنصرية بطبيعة الحال، ما يهمك لا طانتي مديحة ولا خوها ولا العريس اللي جا ليها. أيه غادي تاكل واحد القطعة ديال العصا ما يهمش، ولكن غادي توصل لذاك البضاض ديالك. ثم كيطلع الجينيريك في الكليب. قشلا دير بنادم شعب باش يخرجوا الناد حاشاكم. والكليب واخا هكاك حقق الملايين ديال المشاهدات وطلع ترند في اليوتيوب ديال مصر. وهاد خيتي قال لك ولاو كيجيو عروض من متعهدين ديال الحفلات ومنتجين ومغنيين من كل انحاء العالم. قالت لك يومين تلفونات وشغل كتير 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 غير اللي في منتج. انا عايزين ينتجوا لي افلام ومسلسلات بجد. فاش سولاتهم على صوتها قالت لهم راه صوتي عادي، هي كانت صايمه وكانت عيانه وما كانتش نعسه مزيان. اللهم قوي ايمانك يا اختها. احنا كنا بنصور في رمضان كنت صايمه وكنت ما نمتش خالص. هذه غير كانت صايمه وكانت حاطه هذا القبس كله في وجهها. وكون ما كنتيش صايمه اختي شفتي غتحطي. على فكره هاد خيتي راه خبيره ديال التجميل، عندها صالون ديال التجميل وكيجيو عندها المشاهير يديروا عندها الميكاب وعندها جوائز في هذا المجال. قال لي التقدير افضل خبير التجميل مني يتكابنت لعبت. المهم كان على التضامن المطلق والله مشروط مع اخواننا واشقائنا المصريين بهذا التلوث. سمعي لي تبلاوي. المهم تهلاو فرصكم.